السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم في فيديو اخر من فيديوهات سولو اس في تي. هذه المره هذا الفيديو بغينا نخصصوه للظاهره ديال الانقسام الاختزالي، ونعرفوا هذه الظاهره هذه شنو المراحل ديالها، المكونات ديالها الى اخره. اذا كيف ما تتعرفوا، في المقابل ديال الانقسام الاختزالي هناك الانقسام الغير مباشر. انقسام غير مباشر معروف اننا من خلية ام ثنائية الصيغة الصبغية نتحصل على خليتين بنتان ثنائيتي الصيغة الصبغية لهم نفس يعني مشابهتان للخلية الام، وكتبقى الصيغة الصبغية ديالهم ثنائية. بينما في الانقسام الاختزالي، اولا اللي خصنا نعرفه ضروري على الانقسام الاختزالي هو أن الانقسام الاختزالي يتكون من انقسامين. الانقسام الأول يسمى منصف، أي أنه يقسم الصبغيات إلى النصف، والانقسام الثاني اللي هو انقسام تعادلي. هذا الانقسام المنصف يقسم العدد والنوع. أما الانقسام التعادلي فيقسم الصبغي الى شطرين، كيقسم لينا الصبغي على جوج، داكشي اللي يسمى تعادل، يعني بالتعادل. دونك اهم هاد الحوايج اللي غنعرفو على الانقسام الاختزالي هو انه اولا يحتوي على او لا يتكون من انقسامين، منصف وتعادلي. الانقسام المنصف والانقسام التعادلي، ننطلق من خليه ان ثنائيه الصيغه الصبغيه. يعني كيفاش ثنائية الصيغة الصبغية؟ يعني كل صبغي عنده المماثل ديالو، ها هما هاد جوج الكحلين جوج صبغيات، هاد واحد المماثل ديال الاخر، كذلك هاد جوج الزرقين واحد كل واحد فيهم تيشبه الاخر. اذا هنا هاد الخلية ثنائية الصيغة الصبغية، يعني كل واحد عنده خوه. دونك كنكتبو دوزين، دوزين كتساوي شحال؟ كتساوي شحال من صبغي كاين؟ كاينين ربعة، ربعة الصبغيات. اذا دوزين ايكالا كات، يعني شنو؟ يعني ان شحال عندنا من زوج، يعني عندنا جوج ديال الازواج. اذا لاساسي الانقسام الاختزالي يتكون من انقسامين، منصف وتعادلي، بحيث ننطلق من خليه ام ثنائيه الصيغه الصبغيه ونتحصل في الاخير على اربع خلايا بنات احاديتي الصيغه الصبغيه. يعني هنا هذا هو الفرق ما بينه وبين الانقسام الغير مباشر. ثم ان الانقسام الاختزالي يتكون كما قلنا من مرحلتين او لطورين، طور الانقسام المنصف وطور الانقسام التعادلي. هذا الانقسام المنصف يتكون من اربعه مراحل: التمهيديه الاولى، الاستوائيه الاولى، الانفصاليه الاولى، والنهائيه الاولى. ثم بعدها تاتي التمهيديه الثانيه، الاستوائيه الثانيه، الانفصاليه الثانيه، والنهائيه الثانيه. نعم، اذا هنا نبداو من يعني من البدايه. دونك كتكون عندنا واحد الخليه ام دوزين ايكالا كات، يعني عندها دوزين ايكالا كات، يعني اربعه الصبغيات وكل جوج كيشبهوا لبعضياتهم. بعد مرحله الجي ان كيكونوا عندي الصبغيات، او يعني الصبغين عباره عن خويطات غير مضاعفه غير ملولبه. في المرحله اس بظهور عيون النسخ تتضاعف هذه الصبغيات، او تتضاعف هذه الصبغيات فتصير الصبغيات ولكنها غير مكثفة. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة التمهيدية الأولى. هذه المرحلة التمهيدية الأولى هنا كنشوفو كيحدث عندنا واحد الاقتران أو الارتباط ديال الصبغيات المتشابهة، تيقربوا لبعضياتهم تيشدوا بعضياتهم، كتكون عندنا هذه النجيمة القطبية أو الكمة القطبية على حسب الخلية واش حيوانية أو نباتية. في هذه الحالة عندنا خلية حيوانية، انها كروية الشكل او دائري الشكل. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الاستوائية. هذه المرحلة الاستوائية معروفة المرحلة الاستوائية ان الصبغيات تتجمع على مستوى خط الاستواء، او لهنا ما كنهضروش على الصبغيات وانما تنهضروا على الرباعيات. هذه الرباعيات يعني ربعة الصبغيات او جوج الصبغيات شادين في بعضياتهم ومسطرين، يعني متموضعين بشكل مترابط فيما بينهما ومرتبطين بالمغزل اللالوني. وهنايا
يعني كيشكلوا لنا واحد الصفيحة استوائية. وهنا باش كيتميز هذا الانقسام المنصف هو أن في المرحلة الانفصالية الأولى، هذه المرحلة الانفصالية ديال هذا الانقسام المنصف، يعني تنفصل هذه الرباعيات، تنفصل يعني تنفصل الصبغيات المتماثلة. جوج صبغيات كيتشابهوا، واحد غيمشي لهذه الخلية وواحد غيمشي للخلية الأخرى. نفس الشيء لو كان عندنا دوزين ايكالا كات، يعني في الأخير غيوليو عندنا جوج الخلايا ولكن أحادية الصيغة الصبغية، كل خلية فيها صبغي واحد والمماثل ديالو في الخلية الأخرى. إذا هنا ان يعني أحادية الصيغة الصبغية عندهم دونك ان كتساوي جوج، يعني هنا كنقسموا الصبغيات المتماثلة وليس الصبغي، ماشي كنقسموا الصبغي على جوج، لا كنقسموا الصبغيات المتماثلة. الصبغي المتماثل صبغي كيمشي للخلية والمماثل ديالو كيمشي لخلية أخرى، وهنا كتكون هذه الظاهرة ديال الاختناق على مستوى يعني الغشاء السيتوبلازمي للخلية. أما عند الخلايا النباتية فتكون عندنا تشكل الجدار بين أو لا على مستوى وسط الخلية. مباشرة بعد المرحلة النهائية الأولى كتكون عندنا هي نفسها تقريبا المرحلة التمهيدية الثانية، وهنا كندخلوا في الانقسام التعادلي. هي نفسها فقط اختفاء ديال الغشاء النووي اللي كان ظهر عندنا تقريبا في النهاية ديال في النهائية الأولى. دونك هنايا هاد الصبغيات الغير متماثلة ترتبط بالمغزل اللولوني وتشكل صفيحة استوائية على مستوى الخلية، مفهوم؟ دونك هنا كل خلية غيوقع نفس هذا الشيء اللي غيوقع لهذه الخلية هو نفسه اللي غيوقع لهذه الخلية. إذا هنايا في المرحلة الاستوائية الأولى الصبغيات الغير متماثلة كل خلية تشكل صفيحة استوائية. ثم في المرحلة الانفصالية كنلاحظوا بأن كل صبغي غير متماثل، كل صبغي في الخليتين معا، كل صبغي يحدث له انقسام على مستوى الجزيء المركزي. يحدث له ماذا؟ نعم، انقسام على مستوى الجزيء المركزي. الصبيغي غيمشي للجهة القطب، والصبيغي الآخر غيمشي للقطب الآخر. نفس الشيء كيوقع للصبغي اللي بالأزرق. إذا في الأخير في المرحلة النهائية سنحصل على 4 خلايا ثنائية أو عفوا أحادية الصيغة الصبغية، بحيث أن N كتساوي جوج، N كتساوي جوج. دونك عندنا في كل خلية عندنا جوج ديال الصبيغيات اللي غادي نتضاعفوا إلى آخره، أو لا غادي يساهموا، يعني هادو الانقسام الاختزالي النتائج ديالو كتكون هي صبغيات أحادية أو لا خلايا أحادية الصيغة الصبغية باش تشكل لنا الأمشاج. هذه الأمشاج التي ستلتقي بأمشاج أخرى لتقوم بعملية الإخصاء. وهذا الشيء كامل مثلا إلى عطينا مثال، مثلا إذا خدينا التزاوج عند الإنسان، الذكر عنده 46 صبغي وكذلك عند الأنثى عندها 46 صبغي. وإلى ما كانت هذه الظاهرة ديال الانقسام الاختزالي، إذا ما كانتش هاد الظاهرة ديال الانقسام الاختزالي شنو غيوقع؟ الأنثى غتعطي صبغيات أو غتعطي خلايا فيها 46 خلايا فيها 46 صبغي، والذكر غيعطي خلايا فيها 46 صبغي، وبالتالي الكائن الحي اللي غيولدو غيكون عنده 92 صبغي، وبالتالي غيكون الحجم ديالو كبير والشكل ديالو غريب عن الإنسان. بالتالي هنا يعني حفاظا على النوع باش يستمر النوع ديال الإنسان، باش يستمر النوع ديال النبات، باش يستمر النوع ديال الحيوان إلى آخره. كتكون عندنا أثناء التزاوج يعني استعدادا للتزاوج كتكون عندنا هاد الظاهرة ديال الانقسام الاختزالي التي تمكننا من التحصل على 4 خلايا بنات أحاديتي الصيغة الصبغية انطلاقا من خلية أم ثنائية الصيغة الصبغية. دونك هذا عندنا نموذج ديال الخلية الحيوانية. نفس العملية هنايا غادي نعاودو نشوفوها. قبيلة في الحالة اللي كانت عندنا قبيلة كانت عندنا دوزين إيكالا كات، جوج إن إيكالا عفوا كانت عندنا جوج إن
إيكالا كات، دونك هي دي الحالة اللي كانت عندنا. نشوفوا هذه الحالة هذه، عندنا دوزين إيكالا دو، تكون أول حاجة في التمهيدية الأولى تكون الرباعي. شكون هو الرباعي؟ كل صبيغيين متماثلين تم تبادل الأجزاء بينهما. هنا كنهضروا على واحد الظاهرة أساسية اللي كتوقع، هي ظاهرة التخليط الحليلي الضم صبغي. الضم صبغي يعني ضمن الصبغيات نفس النوع، ضمن صبغيات نفس النوع. دونك هنا الضم صبغي يعني تبادل بين الصبغيات المتماثلة، هذه ظاهرة العبور تحدث على مستوى، يعني إذا بغينا نقوله المرحلة الانفصالية الأولى. جزء من هذا الصبغي غيمشي عند الصبغي الآخر، وجزء من هذا الصبغي غيمشي عند الصبغي الآخر. إذا هنا غير من أجل تنويع الخبر الوراثي، بهدف تنويع الخبر الوراثي، تتوقع عندنا ظاهرة التخليط الحليلي الضم صبغي، وهناك ظاهرة أخرى ظاهرة التخليط الحليلي البي صبغي، وهنا أو لك تسمى كذلك ظاهرة الافتراق المستقل للحليلات، اللي غادي إن شاء الله نخصصوا لها فيديو آخر إن شاء الله. نتمنى تكونوا فهمتوا بالتدقيق يعني المراحل للانقسام الاختزالي. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.